إذن المزيد مشاهدينا الكرام، بشأن قرار اليونسكو رفع العديد من المواقع الأثرية في العراق من لائحة التراث العالمي، معنا عبر سكايب من عمان مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين حارث الأزدي. مرحبا بكم، حياكم الله أستاذ حارث معنا. حياكم الله، مرحبا بكم. إذن أستاذ حارث، ما الذي يمثل قرار اليونسكو رفع العديد من المواقع الأثرية في العراق وغيره من الدول من لائحة التراث العالمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هذا القرار يمثل دقة ناقوس الخطر على الآثار العراقية، ويمثل ورقة إعلان مبكر لدفن هذه الآثار أو شطبها من لائحة التراث العالمي، ويمثل أيضا أراه محاولة استباقية للبراءة مما سيطرأ على الآثار العراقية، بل يمثل استشرافا واضح المعالم لمستقبلها إن بقي الأمر على ما هو عليه لا سامح الله. الدول التي تحترم نفسها وتحترم تاريخها وتحترم إرثها ومبدعيها تعمل جاهدة على صيانة الآثار وصيانة آثار هؤلاء هذه الحقب أو حتى المبدعين. يعني قرأنا حتى في على المستوى الحديث أن دولا تعتني كثيرا بآثار مبدعيها، سواء كانت زاوية الكتابة أو حتى القلم الذي كان يستخدمه هذا المبدع، فضلا عن قصاصات الورق التي شهدنا أنها تباع بآلاف الدولارات، حرصا على اقتنائها وحرصا على رفعة هذا البلد بتاريخ مبدعيه وآثاره. فكيف ننظر إلى آثار العراق التي تمتد إلى آلاف السنين، فضلا عن العصور التي جاء بها الإسلام وأسست المدن وتركت هذه الآثار جلية واضحة، لكنها تتعرض مع شديد الأسى والأسف لهذا الإهمال المتعمد القسري بقصد شطبها أو قصد إتلافها أو سرقتها أو حتى وضعها بما يمكن أن تتلف معه، كأن تكون معسكرات لقوات الاحتلال أو أن تكون أراضي للاستثمار وما إلى ذلك. يعني انظر إلى المشرع العراقي في عام 1937 كان فطنا وشرع قانونا يمنع المساس بمدينة البصرة باعتبارها مدينة أثرية. كيف نفهم اليوم وقد امتدت إليها الأيادي لتكون مولات أو بناء حديث أو استثمارات وما إلى ذلك؟ كل هذا يدل على أن قانون اليونسكو هذا يمثل ناقوس خطر مؤذن بضرر الآثار العراقية. كما تفضلتم أستاذ حارث، إذن المنظمة في سياق ما تفضلتم به عزت هذا القرار إلى الإهمال عموما في هذا المجال الذي تتعرض له الآثار العراقية. من هنا السؤال يجدر بنا أن نطرحه، ما الذي تقوم به؟ لدينا هيئة آثار كما تعلمون، ما الدور الذي تقوم به إذن؟ حقيقة بصريح العبارة لا يراد من دوائر الآثار أو وزارات الثقافة في ما بعد 2003 سوى الإهمال، فليس مطلوبا منهم يعني الصيانة وليس مطلوبا منهم رعاية الآثار أو صيانتها أو حمايتها، بل إذا كان هناك من يفعل ذلك فهو خرق كبير في نظام العملية السياسية التي جاءت لتدمير العراق. طبعا هذا ليس تبرئة لمن هو يتسنم هذه المهام، وإنما هم يعلمون جيدا ما يراد منهم في هذه الهيئات، وهذه هي عبارة عن تقاسم مغانم. أصبحت الهيئات والوزارات تقاسم مغانم يتقاسمها مندوبو أحزاب السلطة، فلذلك تجد أن الإهمال واضحا وغير خاضع للمسؤولية. أيضا في هذا السياق، لماذا برأيكم لم نسمع من
هذه المنظمات الدولية كاليونسكو وغيرها التي تهتم بالآثار عموما في العالم، لم نسمع مثلا أي تنديد بعدما دمرت الحكومة جامع السراجي، وهو كما تعلمون بحكم القانون هو أثر من الآثار يعني. نعم، جامع السراجي هذا المعلم التاريخي المهم الذي يتفوق عمره على برج إيفل، كيف يتسنى لنا أن نفهم أن طريقا خدميا وضع بعد بناء هذا الجامع وبعد بناء هذه المنارة، تهدم المنارة ويهدم الجامع من أجل توسعة لدائرة خدمية، ونحن على اطلاع أن هناك كثيرا من هذه الأفعال موجودة عند العالم، أن يعني صاحب بيت لا يريد بيع بيته وهو على طريق سريع، إما أن يحول الطريق السريع أو أن يتوصلون إلى عملية رضائية بينهم وبين هذا المالك. كيف يتجرأ المحافظ البصرة على هدم هذه المنارة من أجل أن يفتح شارعاً؟ والذريعة كانت طبعا ذريعة واهية، هي عملية تضارب الصلاحيات بينه وبين الوقف السني. القصد منها أن إدانة هذه الأفعال، ماذا سنفعل بها؟ ماذا بعد ذلك؟ المشكلة الحقيقية نحن من نعانيها، هناك طمس حقيقي لآثارنا وهدم لتاريخنا ومحاولة شطب العراق من أوله إلى آخره. إذن عبر أسكاب بن عمان مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين في العراق حارث الأزدي، شكرا جزيلا لكم.